ما هي فائدة الاشتراك في الحج؟ الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام إن حبس أو حابس فمحله حيث حبس. وقد اختلف العلماء في مشروعية وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الشرك، فمنهم من قال إنه ليس بمشروع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط لا في حجه ولا في عمرته. ومن المعلوم أن أنه يكون معه المرضى ولم يشد الناس إلى الاشتراط، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقم يتناثر على وجهه من رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي أو يصوم أو يطعم. والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما. فيرى هؤلاء القوم أو هؤلاء الطائفة من العلماء أن الاشتراط ليس بمشروع مطلقا، ويرى آخرون أنه مشروع مطلقا، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتلجئه إلى التحلل، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل. ولكن الصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه ودون إتمام نسكه، مثل أن يكون مريضا ويخشى أن يشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه، فهنا يشترط. وأما إذا لم يكن خائفا من عائق يمنعه أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فإنه لا يشترط. وهذا القول تجتمع به الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر وحج ولم يشترط، ولم يقول للناس على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها تريد الحج وهي شافية أي مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت، فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعني يتحلل وليس عليه فدية ولا قضاء.